بك. ان شاء الله النهاردة انا هتكلم عن فائدة الثوم. اول حاجة، يحتوي الثوم على كثير من الفيتامينات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامين سي وغيرها. اول حاجة فائدته ايه؟ هو بيعمل الثوم ده، اول حاجة يساعد على عدم تساقط الشعر ويقوي الجذور من اصوله. يعني انت مثلا لو عندك مثلا مشكلة في تساقط الشعر، ده ان شاء الله حل مناسب ليها. تاني حاجة، يعالج على مشاكل الجيوب الأنفية مثل الصعال والصداع وغيرها. تالت حاجة، يقضي على الأمراض المزمنة مثل مرض السكر ومرض القلب وغيرها والسرطان أيضا. تالت حاجة، يقضي على البكتيريا الموجودة في داخل جسم الإنسان. يعني أي بني آدم عنده بكتيريا في جسم الإنسان، بعد ما ياكل الثوم ده، فص الثوم، ان شاء الله جسمه يكون كويس. رابع حاجة، يمنع الوقاية المرضية في الصدر، يعني بيفتح الصدر. خامس حاجة، ينصح الأطباء ان قبل النوم تاكل فص تنام، او الصبح على معدة فارغة، وان شاء الله هتلاقوا نتائج مذهلة.